السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبيبنا الكرام في مقطع فيديو جديد. بنتكلم النهاردة عن 5 رؤى لو رأيتها في المنام فهي تدل على حفاظة لك من الله، على أنك محفوظ من الله سبحانه تبارك وتعالى. أول هذه الرؤى قراءة سورة البقرة أو شيء منها، قراءة سورة البقرة أو شيء منها يدل لك على الحفاظة من الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة في قراءتها بركة وفي تركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. قالوا البطلة هم السحرة، لا يستطيعون على رجل يواظب على قراءة سورة البقرة. فلذلك سورة البقرة في المنام تدل على الحفاظة من الله سبحانه تبارك وتعالى أو شيء منها. زي إيه مثلا؟ قراءة آية الكرسي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. إذا رأيت في المنام أنك تقرأ سورة البقرة أو تقرأ آية الكرسي، دل ذلك على حفاظ لك من الله، أو على أنك محفوظ بحفظ الله عز وجل لك. رؤية الثلاجة الكبيرة، ثلاجة كبيرة، تدل على الحفظ، تدل على حفظك في رزقك، تدل على حفظك في أموالك، تدل على حفظك في نفسك وعلى بيتك. الثلاجة الكبيرة، والله سبحانه تبارك وتعالى أمرنا بحفظ الإيمان، قال: واحفظوا أيمانكم، أقوال للعلماء في هذه الآية. ولكن تدل الثلاجة الكبيرة على أنك محفوظ، وعلى أن هناك حفاظ من الله سبحانه تبارك وتعالى لك. قدوم رجل في المنام لك اسمه محفوظ، رجل اسمه محفوظ، أو قدوم امرأة عليك اسمها حفيظة، فكل ذلك يدل على أنك محفوظ من الله، أو أنك لك حفاظ من الله سبحانه تبارك وتعالى. 5 رؤى تدل على أنك محفوظ من الله. لو عجبكم الفيديو ريت نعمله لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة ياريت أتشرف بأنه يشترك في قناتي، يفعل خاصية الجرس، يختار منا الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.